حياكم الله جميعا. انا ودي اعرف بشكل مبسط عن شركه بياك. شركه بياك هي الشركه السعوديه للحاضنات والمسرعات الاعمال، تهتم بانشاء وتشغيل مسرعات الاعمال للقطاع العام والخاص باعتبارها شركه حكوميه تابعه للشركه السعوديه للتنميه والاستثمار التقني، مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمار العامه. طب الفترة الحالية عندنا لقاءات متنوعة تحت مسمى ليالي بياك، تهتم في تمكين رواد الأعمال وبالأخص خلال جائحة كورونا. واليوم عندنا موضوع بعنوان، صوتي واضح؟ بعنوان واضح التخطيط الصوت، المالي واضح. في الأزمات. ممتاز. التخطيط المالي في الأزمات. محاور اللقاء هو: ما هو التخطيط المالي؟ من أين نبدأ؟ عوامل النموذج المالي؟ كيف أجهز شركتي للتحديات المالية المستقبلية؟ طيب نبدأ عن المتحدث الأستاذ خليل إبراهيم الفريح. هو له أكثر من 15 سنة في الشركات الناشئة والمتوسطة والعالمية في شتى المجالات، من ضمنها تأسيس أول مؤسسة رائدة بالمنطقة لتقديم الحلول التقنية، كذلك تأسيس شركة عالمية مختصة بالتقنية المالية، وتم إدراجها كأول شركة ناشئة ضمن مبادرة رؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة للعمل كرئيس الخزينة في مشروع الملك سلمان للصناعات البحرية، وقدم مجموعة من الورش والبرامج التدريبية في إدارة المالية وريادة الأعمال والقيادة. أنا مودي أطيب الحديث، أترك المساحة للأستاذ خليل، وشكرا على حضورك. شكرا لكم جميعا. طلعت الشاشة بس قبل ما نبتدي. طلعت، نعم. تمام. طيب، مساكم الله بالخير جميعا، ومبارك عليكم الشهر. موضوعنا جدا مهم، التخطيط المالي في زمن الأزمات. مشاريع، بالذات مشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهم العوامل اللي تساعدها على النجاح والنمو هو الجانب المالي. إذا عندك فلوس تقدر تستمر، تقدر تنمو، تقدر تتوسع. إذا ما عندك فلوس راح تواجه صعوبات كثيرة. لذلك موضوعنا جدا مهم، بالذات للشركات الناشئة والمتوسطة وحتى الكبيرة. فإن شاء الله اليوم نتطرق إلى أكثر من محور، مثل ما ذكر الأستاذ متعب قبل شوي. في البداية راح نتكلم عن ما هو التخطيط، لكن قبل ما نبتدي بالتخطيط خلوني أشارككم قصة بسيطة صارت لي في الربع الأول من 2014. يعني كنت ماسك التخطيط المالي في أحد الشركات، كبرى الشركات في المملكة، وكنا نعمل الاكسرسايز الربع سنوي، إن احنا نعيد حساباتنا، نشوف الكاش فلو، مستقبل الشركة المالي، ونعمل دراسة. فشفت انه في خلال اشهر راح يكون في نكسه اقتصاديه، فبشكل مباشر نبهت الاداره، والاداره بناء عليها اتخذت اجراءات تحسبيه واجراءات مبادره، بحيث انه يقللون من المصاريف، يقللون من التكاليف، يقللون من مصاريف راس المال العام، بحيث العامل راس المال العامل، بحيث انهم يتفادون اي مشكله خلال الازمه الاقتصاديه اللي راح تمر فيها الشركه. وفعلا كانت تجربه جدا ناجحه، واستفادت كثير منها الشركه. لذلك مهم جدا ان يكون عندنا نظام او نموذج مالي، حتى لو كنا شركه ناشئه، في كثير نماذج ماليه موجوده اونلاين اقدر انزلها واعبي البيانات فيها، او نستعين إذا كان عندي القدرة المالية أستعين بأحد الخبراء أو المستشارين الماليين، بحيث أنه يساعدني في تطوير نموذج مالي يختص بشركتي. طيب، بشكل مبسط إيش هو التخطيط المالي؟ التخطيط المالي عبارة عن إيش؟ هو إدارة السيولة المالية، وهو جزء أساسي من الإدارة المالية لأي منشأة. التخطيط المالي مثل ما احنا عارفين للالتزامات المالية المستقبلية. انا احاول اني اخطط خلال 2020 ايش المصاريف اللي عندي، ايش الايرادات اللي عندي، 2021 وهكذا.
وبهالشكل ممكن أن المنشأة تتجنب بعد توفيق الله وتوفيق الله ودراستنا للمستقبل المالي للشركة أو لمستقبل الشركة المالي، نقدر نتفادى أي أزمات إن شاء الله أو مشاكل ممكن تؤدي إلى إفلاس الشركة. طيب الآن عندنا سؤال أنا أرسلته للأخوان، من منكم لديه مشروع خاص؟ يا ليت بس لو تجاوبونا، من منكم عنده مشروع أو في طور إنشاء مشروع جديد؟ ما أدري وين أقدر أشوف النتائج. أخ متعب طرحت السؤال. تمام، أنا السؤال موجود. أوكي، وين أقدر أشوف النتيجة؟ الآن بس قيدت يا ليت الكل في يشارك، البول. مين منكم عنده مشروع، مين منكم ما عنده مشروع، بس عشان شوي. طيب الآن تسوية 70%، نعم 30%، أو عذرا 75%، نعم ما شاء الله، 25%. لا جميل. طيب يعني الأغلب عندكم مشروع أو في طور إنشاء مشروع جديد، لذلك موضوع جدا مهم لكم، فأبغاكم تركزون حتى 30 أو 25%. لو قرروا في المستقبل أنهم يفتحون مشروع، إن شاء الله يكون عندهم المعلومات هذه وتساعدهم أنهم إن شاء الله يساعدون في إنشاء نجاح واستدامة مشروع. في عبارة مشهورة يقول لكم كاش إز إيش؟ كاش إز كينج. الكاش هو تقريبا كل شيء للمنشأة، أو الشيء الأساسي أو العمود الفقري للمنشأة. إذا أنا عندي كاش أقدر أدفع رواتب لموظفيني، أقدر أوسع البزنس حقي، أقدر أسوي شغلات كثيرة، لكن إن ما وجد الكاش ممكن من بكرة المشروع حقي يتقفل. لذلك مهم جدا إن احنا نكون واعيين في الكاش ونكون نخطط له بأفضل الطرق وأفضل الأساليب. طيب ليش الكاش مهم؟ في دراسة عملتها بلومبرج قبل كم سنة، والدراسة هذه أثبتت أنه 8 من أصل 10 مشاريع تفشل خلال أول 18 شهر من المشروع. يعني خلال سنة ونص من إنشاء المشروع 8 من أصل 10 مشاريع تفشل. واحد أهم أسباب إيش؟ أنه ما في تخطيط مالي، المشروع ماشي وعلى البركة، بعد كم شهر تشوفون إلا طحت في عقبات، طحت في أمور ما حسبت حسابها وانتهى المشروع. طيب هدفين أيضا رئيسيين لإنشاء المشروع إيش هما؟ مثل ما قلنا، عشان أنا أنمي المشروع حقي. أنا بديت مشروع بحجم مثلا 1,000,000 ريال، ودي أنه بعد سنة سنتين يصير 10 مليون، 100 مليون، وهكذا أبغى ينمو. أيضا الهدف الثاني استدامة المشروع. أنا سويت مشروع ما أبغى يكون فقط إرضاء فضول لي، ولا بس شغلة أستمتع فيها لفترة بسيطة وبعدين تنتهي، لا أبغى يكون لي ولعيالي ولعيال عيالي إن شاء الله في المستقبل، يكون للأجيال القادمة. فمهم جدا أنه نعمل يكون عندنا تخطيط مالي محكم عشان يساعدنا أن احنا ننمي مشروعنا ونضمن استدامته على المدى البعيد. طيب المحور الثاني شير مرة ثانية للسلايد. سام سوي شير مرة ثانية للسلايد بس تضغط على الشاشة. كيف؟ أوه كيف طفى هذا؟ الآن أوكي شغال؟ الآن أوكي ممتاز تمام. فمثل ما قلت لكم أمرين رئيسيين، نمو المشروع واستدامة المشروع. طيب اللي بعده المحور الثاني عندنا، من أين أبدأ؟ طيب الآن في قلنا 75% ما شاء الله إما عندكم مشروع أو عندكم فكرة ودكم تحققونها، فالسؤال اللي يعني اللي في البداية بيجيكم، من وين أبدأ عشان أعمل لي نموذج مالي؟ قبل كل شيء، قبل ما أقفز إلى النموذج المالي، مهم إنه يكون عندي وعي بالمشروع حقي، تمام؟ أبني فهم عام للمشروع. في كتاب اسمه بزنس بلان كانفاس، أو نموذج العمل التجاري، تقدرون تلقونه في جرير أو المكاتب المختلفة، تشترونه ويساعدكم انكم تعملون نموذج عمل الى مشروعكم.
أيضا دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، هذه أيضا من الأمور المهمة، وما شاء الله في كثير مصادر، كثير جهات موجودة في المملكة وعلى مستوى الوطن العربي والعالم تساعدكم أنكم تعملون دراسات جدوى بأسعار جدا مناسبة، وحتى ممكن بعض الجهات ممكن تساعدكم بشكل مجاني، لكن يطلب منكم الأمر أنكم تبحثون. الوعي الذاتي أو الوعي وعيك بمشروعك أو بفكرتك أو بمنشأتك أمر جدا مهم. السوات أناليسز هي فيها أربع عوامل رئيسية، عاملين منهم داخليين وعاملين خارجيين. طيب في البداية عشان أفهم منشأتي وأفهم البزنس حقي، مهم أني أعرف إيش نقاط القوة، إيش اللي أتميز فيه. هل أنا مثلا مطعم في عندي شيف مثلا عنده 20 سنة 30 سنة خبرة في مجاله، هذا يعتبر نقطة قوة. نقطة ضعف مثلا أنا عندي مشاكل في الفيزا، في مثلا في العمالة، في الأجار المرتفع. مهم جدا أن يكون عندي وعي بمنشأتي وبالتحديات ونقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية. لما ننظر خارج المنشأة في أمرين مهمين أيضا، مهم أن يكون عندي وعي بالفرص اللي موجودة في الخارج، اللي أنا قاعد أسويه تماشى مثلا مع توجه الحكومة. الآن مثلا نشاطي في مجال الترفيه، الحكومة الآن قاعدة تستثمر في مجال الترفيه، فجميل، أنا قاعد أتماشى مع توجه الحكومة والفرص اللي موجودة في البلد. الجانب الآخر له التهديدات، أنا راح أفتح كوفي شوب في شارع للأسف فيه 10 كوفي شوبس ثانية، فهل هذا القرار الصحيح؟ أو أني أشوف لي مكان ثاني، أو أني أعمل تويست لفكرة العمل حقتي بحيث أني أقدمها بشكل مميز غيري ما سواها. فمهم جدا في البداية أن يكون عندي وعي بمشروعي، إيش الأمور، نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية والخارجية، أشوف إيش فيه من فرص وإيش فيه من تهديدات ممكن تهدد استدامة مشروعي. طيب هذه بالعربي، أيضا اللي ودهم يصورون الشاشة ممكن تبين لكم الأمر بشكل ميسر، تقدرون تكتبونها في إكسل أو حتى تطبعونها وتكتبون البيانات هذه اللي موجودة فيها بشكل سهل، إيش الأمور الداخلية وإيش الأمور الخارجية. تمام، أيضا من الأمور اللي تساعدنا في التفكير في مشروعنا، هل أنا أستطيع أني أحدد السعر أو مثل ما يسمونهم price takers، بمعنى أنا قاعد أقدم منتج موجود كثير منه أو ما يسمى بالكوماديتي، فسعر سلعة يعني استهلاكية موجودة في السوق بكثرة، فأنا راح أضطر أني أسعر منتجي زي سعر السوق، أو أنا قاعد أقدم منتج جدا مميز ما هو موجود في السوق، أو اللي موجود في السوق بعيد كل البعد عن الجودة اللي أنا قاعد أقدمها، فأنا أستطيع أني أحدد السعر بنفسي. هذا أمر جدا مهم أني أفهمه في البدايات قبل ما أعمل النموذج المالي. طيب في أمور أخرى بس هذه أعطيتكم إياها كأمثلة عشان تساعدنا في التفكير على المشروع. طيب المحور الثالث، إيش هي أهم عوامل النموذج المالي؟ طيب في أكثر من عامل، لكن لو اختصرناها بشكل مختصر جدا من على 10,000 ميل، لو تشوف النموذج المالي بشكل مبسط فيه قسمين رئيسيين. أنا عندي فلوس جالسة تدخل جيبي وفلوس جالسة تطلع من جيبي. الجزئية الأولى اللي هي الكاش انفلوز أو التدفقات المالية الداخلة، هي عبارة عن إيش؟ إيرادات. السعر مثل ما قلنا قبل شوي، مهم أني أعرف أنا شنو نوع المنشأة والمنتج اللي أقدمها، هل السعر هذا يعتبر لسلعة استهلاكية ولا لا؟ أنا أحدد السعر بنفسي، فمهم عشان نموذج المالي أحدد السعر والكمية وأضربهم يعطيني هذا الإيرادات، هل أنا عندي منتج واحد أو 100 منتج، بناء عليها أنا أحدد كم راح يكون عندي إيرادات. الأمر الآخر إيرادات أخرى، مثلا أنا عندي أبليكيشن على الجوال، الأبليكيشن هذا يقدم خدمات معينة، الخدمات معينة هي الكور بزنس، هي الأمر الرئيسي اللي قاعد أقدمه كخدمة إلى عملائي، لكن ممكن مثلا في الأبليكيشن أضيف إعلانات تجارية أو أضيف خدمات ثانوية تدخل لي إيرادات أخرى، فمهم جدا أني أحطها في بالي لأنها ممكن تدخل لي دخل طيب يساعدني على المدى البعيد. طيب
الجزئية الأخرى هي التدفقات المالية الخارجة أو ما يسمى بالكاش أوت فلو، وفيها أكثر من عامل، لكن هذه أمثلة على العوامل اللي تندرج تحت التدفقات المالية الخارجة. عندنا مصروفات تشغيلية أو ما يسمى بالأوبريتنج كوست، أو عندنا المصروفات الرأسمالية أو ما يسمى بالكابيتال إكسبندتشر. المصروفات التشغيلية مثل الرواتب، مثل الأجارات، مثل فواتير الكهرباء وغيرها، كلها تعتبر مصروفات تشغيلية. المصروفات الرأسمالية هي عبارة عن إيش؟ يعني مثلا أنا أبي أبني أو أبي أشتري معدات ثقيلة تساعدني في إنتاج المنتج اللي أنا قاعد أقدمه، فهذه تعتبر مصروفات رأسمالية، راح تكلفني ممكن مبلغ عالي بالنسبة لمنشأتي، وراح أستهلكها على فترات طويلة تمتد إلى ما بعد السنة، فهذه تعتبر مصروفات رأسمالية. الضرائب والزكاة هذه جزئية ما يستهان فيها بالذات في الفترة الحالية، ومع القوانين الجديدة اللي قاعدة تصدرها هيئة الزكاة والدخل، مهم أن يكون عندي وعي وفهم إيش الشغلات المطلوبة، اللي هو ضريبة القيمة المضافة أو ما يسمى بالترانسفير برايسينج أو غيرها من قوانين، عشان أحطها في بالي لما أحتسب وأعمل النموذج المالي المخصص لشركتي. طيب، كيف أجهز شركتي للتحديات المالية المستقبلية؟ أمر جدا جدا مهم. إحنا الآن في وسط جائحة كورونا، الحمد لله أمس إعلان وزير الصحة كان مطمئن إلى حد كبير ويدعو إلى التفاؤل، فإن شاء الله مقبلين على خير إن شاء الله، لكن كم راح يأخذ الوقت على ما نرجع 100% مثل ما كنا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا في المستقبل ممكن نمر بضائقات اقتصادية أخرى، مو شرط لها علاقة بفيروس، ممكن يكون مشاكل في العرض في الطلب، قوانين جديدة ممكن تسن تصعب علي عملية أنه مثلا أجيب عمال أو تشكل لي بعض الصعوبات الأخرى. لذلك مهم جدا نكون عندنا مثل ما يقولون نموذج مالي مميز. طيب، الآن بتطرق لكم إلى أكثر من أمر، حطوهم في بالكم وركزوا معي زين. طيب، كيف؟ في البداية مثل ما قلنا ضرورة فهم جميع التدفقات المالية، وهذا الأمر مختلف من منشأة إلى منشأة، وكل واحد فيكم هو أفهم باحتياجات منشأته. عشان أطور نموذج للتخطيط المالي عشان أبسط لكم، أتوقع في مجموعة من الموجودين ما عندهم خلفية مالية، بشكل مبسط نموذج التخطيط المالي في ثلاث أمور بسيطة: مدخلات input ولوجيك المنطق. اللوجيك عبارة عن إيش؟ المدخلات عبارة عن إيش؟ مثلا السعر، سعر الوحدة كذا، الكمية كذا، هذه تعتبر مدخلات. توقعي مثلا لفاتورة لفواتير الكهرباء خلال 2020، توقعي مثلا للمصاريف الحكومية كذا كذا، كلها تعتبر مدخلات. بعدين المنطق هو عبارة عن فورمولاز، هذا ضرب هذا، هذا تقسيم هذا، الأفريج حق هذا. زين، فأقوم مثلا عشان نبسطها أكثر، في المدخلات مثلا عندي عشان أحتسب الإيراد إلى منتج معين، أختار السعر مثلا 100 ريال، الكمية مثلا 100,000 وحدة، أضربهم في بعض، هذا المنطق، أحط الفورمولا. المخرجات هو الرقم اللي راح يطلع لي فيه بعد كناتج ناتج للعملية، هذه يعتبر output، وهذا الoutput ممكن أترجمه بعدين إلى تقارير إدارية أقدمها للإدارة أو أناقشها مع شركائي إذا كنت أنا شريك، بحيث أن احنا نتخذ القرارات المناسبة للشركة. طيب، الأمر الثالث هو عمل خطة عمل لا تقل عن سنة. مهم جدا أن يكون عندي رؤية واضحة على أضعف الإيمان إلى 12 شهر قدام، يكون عندي رؤية واضحة شو اللي قاعد يصير في الشركة، شو التحديات اللي بمر فيها. طيب، أيضا مهم أن يكون عندنا نوع من المتابعة، مو بس أنا سويت الميزانية في البداية ونسيتها، لا، بشكل شهري يكون فيها تقارير، وبشكل ربع سنوي أجلس مثلا مع الشركاء أو أجلس مع الإدارة وناقش الأرقام، إيش اللي سوينا، وين كانت الميزانية، وكيف صرنا. طيب، مهم جدا أيضا أن احنا تحديث
خطة العمل خلال السنة والتأكد من فعاليتها. احنا الآن مثلا في شركات كثيرة، ومتأكد ان بعضكم مر في الشغلة هذه، انه العام الماضي كان عندهم تصور معين على 2020، وبعد ما انتهى الربع الأول شفنا شقد يوم دخلنا في جائحة الكورونا شقد مرت الشركات في صعوبات عدة. لذلك مهم جدا ان احنا نرجع لخطة العمل ل 2020 ونعيد ترتيب أوراقنا. تمام، هذا عشان أبسط لكم دورة تخطيط المالية. ابتدي بخطة عمل سنة إلى 3 سنوات على حسب البزنس حقك، بعدين لو كنا شركة متوسطة أو كبيرة أعرض الخطة هذه للإدارة واحصل على موافقتهم. بعدين لما تبتدي السنة، لنفرض أنه في شهر 12 حصلنا على موافقة الإدارة، خلاص ابتدي مثلا من شهر 1 2 3 واقوم احلل مدى فعاليه الارقام اللي سويناها. مثلا قلنا انه الايرادات حقتنا بتكون في شهر يناير 100,000 ريال مثلا، تمام، اشوف لما قفلنا الشهر كم كنا، والله المبيعات كانت بس مثلا 70,000، معناته انه في عندي 30% اقل من ما توقعنا، فيصير في مساءله ليش صارت المشكلة هذه؟ شنو هالأسباب؟ شنو نقدر نسوي عشان نتفاداها في شهر 2؟ هل نقدر نزيد مبيعاتنا بحيث ان احنا نعوض الخسارة اللي صارت في يناير؟ مهم جدا ان نعمل الشغلة هذه، او ما يسمى بال variance analysis. تمام؟ اللي بعدها مثل ما قلنا نتخذ الإجراءات التصحيحية في البداية، نحلل بعدين نعمل variance analysis، بعدين نتخذ الإجراءات التصحيحية أو corrective actions، نزيد نعدل أو نتخذ قرارات تسويقية، نتخذ قرارات من ناحية promotions غيرها عشان نحفز المبيعات، نتكلم مع business development الإدارات الأخرى بحيث أنه نوجد حلول لمثلا المشاكل المالية اللي مرينا فيها. بعدين بعد ما نخلص قريب نهاية السنة في الربع الثالث الربع الرابع نحصل على تغذية راجعة ونعدل خطة العمل. يعتمد مثل وضعنا الحالي المميز اللي احنا فيه، ممكن في شركات كثيرة خلال الربع هذا راح يعيدون نظر في خطتهم المالية. طيب، التخطيط المالي الناجح في بعض الكاركترستكس أو الميزات اللي يمتاز فيها التخطيط المالي الناجح. طيب، مهم جدا انه التخطيط المالي يتماشى مع استراتيجية الشركة. يعني ما تجي إدارة الشركة ويكون عندها رؤية معينة للشركة خلال 5 سنوات 10 سنوات تطمح انها تحقق شيء معين، وتكون الخطة المالية في وادي والاستراتيجية في وادي آخر. هذه مشكلة كبيرة، مهم انه يكون في alignment، في تماشي بين استراتيجية الشركة والخطة المالية اللي وضعناها. طيب، مدة الخطة المالية مثل ما ذكرنا تتناسب مع طبيعة المشروع أو الشركة، يعتمد الأمر من شركة إلى أخرى، مطعم كوفي غير مثلا شركة تصنع ملابس، غير شركة تصنع أدوات يأخذ مثلا منها سنة سنة ونص سنتين، فيعتمد من شركة إلى شركة، يعتمد على نموذج العمل حقهم، بناء عليه مهم منهم يعملون الخطة المالية أو الفترة الزمنية المخصصة للخطة المالية حقتهم. طيب، من الأخطاء للأسف اللي يقع فيها كثير من الأشخاص لما يجي يعمل الخطة المالية، إنه يصير متفائل جدا في أرقامه، زين، فلما نجي لأرض الواقع تشوف الأرقام في وادي والواقع في وادي آخر، أو شخص ثاني يكون متشائم جدا في أرقامه، زين، فيخلي أرقامه في الحضيض، يقول والله أنا مثلا بيكون دخلي الشهري 10,000، يجي في الواقع لا، يشوف والله 150,000 300,000، فيصير هذا في وادي وهذا في وادي. مهم جدا ان تكون ارقامنا واقعية. لما نعمل تنبؤ مالي يكون based on prudence، يكون ارقامنا قريبة الى الواقع. طيب، ايضا مهم ان احنا نحط في بالنا ان يكون في رقابة داخلية ويكون في حوكمة من ناحية، بحيث انه نحط مثلا بعض الليمتس، بعض الصلاحيات عند
مستويات معينة في الإدارة، وهذه في العادة يمكن في الشركات المتوسطة والكبيرة. الشركات الناشئة ممكن عدد الموظفين فيها قليل جدا، فما يكون في هذا يشكل تحدي كبير له. طيب الأمر الآخر أداة التحفيز. أنا بيكون عندي ناس مسوقين أو حتى موظفين، أنا ممكن يكون عندي مثلا عيادة، موظفين العيادة هذولي حتى لو ما كانوا مثلا متخصصين في التسويق، لكن ممكن يقدمون شيء معين يزيد من دخل العيادة أو من دخل المطعم، يعني موظف الاستقبال مثلا أو خدمة العملاء في الفندق مثلا. أوكي، لو أحاول أني أحط له بعض المحفزات ممكن يساعدني أني أزيد من دخل الفندق أو الشركة أو أيا كان. الحوافز أمر جدا مهم أن احنا نحطه في بالنا ولو كان بنسبة بسيطة. طيب أيضا النموذج المالي أو الخطة المالية لما نسويها مهم أن يكون فيها موافقة من أعلى سلطة في المنشأة. ليش؟ عشان يكون التزام من جميع أفراد المنشأة، سواء موظفين، مدراء، غيره. لما يكون الإدارة العليا توافق على الخطة المالية يكون التزام من الجميع في هذه الخطة، ولو كان أي أحد قصر يكون في محاسبة. طيب كيف أجهز شركتي للتحديات المالية المستقبلية؟ ركزوا معي في هذا السلايد. طيب مهم جدا يكون عندي فهم لقضايا السيولة المحتملة أو ما يسمى بال potential liquidity issues. الآن إحنا في جائحة كورونا مثلا، وصار في عزل منزلي، وصار في بعض الأعمال تأثرت بشكل كبير بحيث أنه ما كان عندهم مبيعات. مهم جدا أن مثلا يحسبون حسابهم، والله أوكي خلال الشهر القادم إيش بيصير، اللي بعده إيش بيصير، بقدر الإمكان يحاولون أنهم يبنون بعض الفرضيات بناء على المعلومات اللي موجودة. طيب ويحسبون حساب الـ potential liquidity issues. لو مثلا بيكون عندي اتوقع مثلا بعد ما حسبت سويت لي خطه لمده 3 سنوات انه في مثلا اكتوبر 2020 بيكون عندي مشكله، بيكون عندي مثلا ما راح يكون عندي فلوس اني ادفع الرواتب، فهذه مشكله كبيره. ايش اسوي؟ اروح للبنوك، اروح للجهات التمويليه، ابحث عن مستثمرين بحيث اني ادخلهم في مشروعي عشان ما يجي اكتوبر الا انا متفادي المشكله، اكون انسان مبادر ما اطيح في المشكله هذه. طيب في أمر آخر يسمونه عدم تطابق النقدية أو بالإنجليزي cash mismatch. وش هو هذا؟ هذا للأسف من الأخطاء اللي يطيحون فيه كثير من المشاريع الصغيرة، ممكن يتسبب في إفلاس المشروع. شو يسوي؟ يروح للموردين مثلا ويقول له تدري شلون، أنا بتفق معاك أنه بسدد لك خلال 30 يوم، باخذ منك المنتج الفلاني هذا وببيعه خلال 30 يوم بسدد لك، تمام؟ وما يمشي المنتج هذا مثلا، ويضطر انه يتفق مع العملاء انه تدري خذ المنتج بس بعطيك اياه وسدد لي خلال 60 يوم. فهذا يسمونه عدم تطابق. انا اتفقت مع المورد اني بدفع له خلال 30 يوم، ومع الزبون قال لي بيدفع لي بعد 60 يوم، منين انا اجيب الفلوس هذه ال 30 يوم الفرق؟ هذا لازم احطها من جيبي او اني اضطر اني اقترض، تمام؟ فذي أمر جدا مهم لما يكون أوقع اتفاقيات، أوقع عقود مع موردين، مع عملاء، إني بقدر الإمكان عدد الأيام اللي أتفق معاها مع العميل أقل من الأيام اللي أتفق معاها مع المورد، مو العكس. لو سويت العكس هذا ممكن يسبب لي مشاكل كثيرة في المستقبل. طيب تطوير استراتيجية التمويل. أنا لما أعمل الخطة المالية ويكون عندي رؤية واضحة خلال 12 شهر، خلال سنتين، 3 سنوات، على حسب مثل ما قلنا نموذج العمل الخاص فينا، أقوم أطور بناء عليها استراتيجية تمويلية. بمعنى أقول والله في 2021 العمل حقي والبزنس حقي بينمو من هالمرحلة إلى هالمرحلة، فراح يكون مثلا الخيارات اللي أمامي أني بروح إلى مستثمرين، أوكي. الخيار الآخر أنه بروح مثلا إلى جهات تمويلية حكومية. الخيار الثالث بروح مثلا الى بنوك ولا واتيفر، بحيث اني اسوي لي استراتيجيه ويكون فيها اكثر من خطه، خطه الف، خطه باء، خطه جيم، بحيث اني لو ما لقيت الشخص او الجهه يعني ما نجحت في الخطه الف يكون عندي خطه باء وخطه جيم، بحيث اني ب
بقدر الامكان اكون انسان مبادر، يكون عندي اكثر من خيار. طيب، في بعض المنتجات تقدمها البنوك، مثلا شغله يسمونها ريفولفينج كريدت فاسيليتي، لكن اتوقع يعتمد الموضوع هذا على حجم منشاتك والملاءة الماليه لكم، لكن ممكن انكم تشيكون مع البنوك اللي تعاملون معاها وتشوفون ايش المنتجات الماليه اللي ممكن تستفيدون منها. الريفولفينج كريدت فاسيليتي بشكل مبسط زي الكريدت كارد، البطاقه الائتمانيه، بس حق شركه، يكون فيها ليميت معين، حد معين، ولفتره معينه، وتدفع عليه رسوم سنويه او شهريه او whatever عشان تحتفظ بالليمت هذه وتستخدمها متى ما احتجت لها. طيب، من الامور المهمه عشان السيوله ما يسمى بالكونتينجنسي فند او رصيد الطوارئ، تمام؟ هذه على قولتهم بالشعبي الفلوس اللي تحت المخده، احط لي مبلغ على جنب او تحت البلاط، احطه على جنب انه لو لا سمح الله صارت عندي مشكله، فور ريني داي تشالنج، تحدي معين مرت فيه المنشاه حقتي، استخدم الفلوس هذه واحاول بقدر الامكان احسبها بحيث انها مثلا تكون مصروف الى عدد معين من الشهور، بحيث انه لو طحت في ضائقه معينه يكون امشي اموري كم شهر على ما اوجد مصدر دخل اضافي او مصدر تمويل اضافي. طيب، مؤشرات السيوله او ما يسمى بالليكويديتي كي بي اي، اشوف ادرس شركتي، اشوف ايش الملاءة المالية حقتها، ايش قدرتها المالية، وبناء عليها ممكن احط لي كي بي اي، مؤشر سيولة، بمعنى ممكن اني والله احدد لي مبلغ معين عشان ابسطها، اقول والله انا في البنك حقي ما ابغى يقل الرصيد عن 1,000,000 ريال مثلا، او ما ابغى اذا كانت منشأة صغيرة مثلا ما ابغى يقل عن 200,000، 100,000، ايا كان الرقم اللي يتماشى مع شركتك، 100,000,000، تمام؟ تحط لك مبلغ معين، تحاول بشكل شهري حسابك البنكي ما يقل عن المبلغ هذا عشان تتفادى اي مشكله او انك تطيح في اي مطبه لا سمح الله تتسبب في خسارتك المشروع اللي تعبت فيه وبذلت الليل والنهار عشان تاسسه. طيب، اداره فعاله للتدفقات الماليه للشركه، بمعنى لما يكون نمر في ضائقة مالية غير لما نكون الأمور سامحة والشركة دخلها عال العال وأمورنا طيبة. لما يكون دخلنا عالي تشوف والله يدنا تكون أكثر سخاوة، لكن لما يكون الشركة مارة في ضائقة، الإيرادات متعطلة، عندي مشاكل في التحصيل، مهم جدا أن يكون عندي مثل ما يقولون إدارة فعالة للتدفقات المالية. شلون؟ يكون احاول اني احط لي شغلات مثل ما يقولون قيود اضافيه، احط لي مثلا حد يومي للصرف، حد اسبوعي للصرف، بحيث انه اقول لهم يا جماعه حاولوا ان احنا ما نصرف اكثر من المبلغ هذا في الاسبوع او اكثر من المبلغ هذا في اليوم. صار عندي مثلا مع الوقت ما شاء الله زانت الامور، صار عندي مبالغ طيبه، ايش اسوي؟ الاكسس كاش هذا او الفلوس الإضافية أحاول إني بقدر الإمكان ما أخليها في الحساب البنكي، ممكن أستثمرها في استثمارات ذات خطورة متدنية، يعني مثل ما يسمونه الماني ماركت أو غيره، أدخلها في استثمارات بسيطة بحيث أنها تتحرك الفلوس حقتي وتدخل لي مبلغ معين. إذا عندي أساس، إذا عندي أيضا مبالغ كبيرة ممكن أتفق مع بعض البنوك أفتح عندهم شغلة يسمونها كول أكاونت، حيث انه يصير اوفرنايت تجيب لي ارباح اوفرنايت، اني خليت مثلا عندي رصيد فيه 10,000,000، 100,000,000، 200,000,000، خلال 24 ساعه يدخل لي فائده، يعني فائده بسيطه بس احسن من لا شيء، تمام؟ طيب، امور اضافيه مهمه في التخطيط المالي، مهم جدا ان احنا نحطها في بالنا. في شغله يسمونها وات اف اناليسيس، اوكي، او ماذا لو انا الان سويت خطتي الماليه، سويتها بناء على واقعيه، مثل ما قلنا انا اتوقع مثلا مستوى الدخل عندي بهالشكل، مستوى المصاريف بهالشكل، كل اموري طيبه، تمام؟ بعدين اقول ماذا لو، اجلس مع نفسي واحاول اني افكر في سيناريوز، اقول والله طيب كيف لو لا سمح الله الايرادات هذه ما تحققت،
أو حققت فقط 50% منها أو فقط 30% منها، إيش راح يصير لشركتي؟ وأقوم أعد الأرقام حقتي وأشوف كيف راح يكون ملاءتي المالية. طيب السيناريو الثاني best case scenario، طيب كيف لو مثلا حققت 200% من أرباحي، إيش راح أسوي؟ أقوم أعدل على أرقامي وأشوف كيف وضع شركتي المالية، وبناء عليها أتخذ قرارات معينة. مهم جدا هذه تعمل مثل ما يقولون غربلة للأرقام، أو ما يسمى بالكاش فلو ستريس تيستينج، يعني ما يكون بس عندي سيناريو واحد وأتوقع أنه هذا أكيد أو أجزم أنه هذا اللي بيصير، لا، يكون في عندي غربلة للأرقام وأشوف كيف لو لا سمح الله ما حققت اللي أنا أطمح له من إيرادات، أو صرفت أكثر مما توقعت من مصروفات، إيش راح يصير من ناحية الملاءة المالية لشركتي. المؤشرات المالية، وأنا قبل فترة استضفت من منشآت قبل كم شهر، تكلمت عن أهم المؤشرات المالية للشركات الناشئة، هذه موجودة تلقونها أيضا في الانترنت، لو بحثتوا اكتبوا financial ratios أو مؤشرات مالية راح تلقون مؤشرات مالية كثيرة، حاولوا تثقفون نفسكم فيها، تساعدكم على تقييم شركتكم من ناحية السيولة، من ناحية القدرة على دفع القروض طويلة الأجل، مدى ربحية شركتكم. فالمؤشرات المالية عشان أبسطها زي لما تروح لدكتور ويفحص شركتك يقولك والله عندها المشكلة الفلانية وعندها المشكلة الفلانية، جد أمر جدا مهم ومن السهل أنه أي شخص يتعلمه، فبس شوي بحث في الإنترنت راح تحصلون شغلات كثيرة. طيب بس قبل ما أنتقل من السلايد هذا، اللي وده ياخذ كابتشر من السلايد لأن معلومات جدا مهمة واختصرتها لكم في سلايد واحد عشان تفيدكم. طبعا الأخوان مسجلين اللقاء وإن شاء الله راح نشارككم إياه لاحقا. طيب احنا قربنا على نهاية الموضوع، بس عشان أختم لكم يعني أقول لكم تعرفون اللي عندهم معرفة نوعا ما بالتنبؤ المالي ممكن يعطيك مثل ما يقولون indication عن مستقبل شركتك المالية، فمستقبل شركتكم المالية راح يكون كذا أسود إن شاء الله ما راح يكون أسود، بس إحنا نمزح معاكم عشان تبتسمون. اللي بيكون إن شاء الله إنكم قد ما تعملون تحليل مالي، قد ما تعملون دراسة لأرقامكم المالية، قد ما يكون عندكم رؤية واضحة، قد ما يكون عندكم قرارات مبنية على دراسة واضحة تساعدكم إن شاء الله على تحقيق أمرين رئيسيين هم إنجاح مشروعكم ونموه، والأمر الآخر بإذن الله استدامته عشان يظل لكم ويظل إلى الأجيال القادمة. ما أدري الأخ متعب موجود الآن، ممكن نحن نفتح المجال إلى الأسئلة، باقي عندنا تقريبا ممكن 10 دقائق 15 دقيقة، إذا في أي سؤال من الأخوة أو الأخوات ممكن نبتدي الأسئلة. عظيم، اللي عنده أي سؤال بخصوص محاضرة اليوم للأستاذ خليل بس يكتب الأسئلة وحنا بنوصلها للأستاذ خليل. طبعاً اللي ما عندهم أسئلة الآن ودهم يتواصلون أو عندهم أي سؤال في المستقبل يتذكرون أي سؤال في المستقبل، أتشرف بالجميع، هذا اسمي في جميع شبكات التواصل، ممكن تواصلون معي لاحقاً إذا عندكم أي سؤال أو استفسار. في أي سؤال؟ في سؤال يقول بعد إجراء الاختبار ما هي الخطوات اللاحقة؟ تيستينج. بعد ما نجري الاختبار اللي هو الكاش فلو ستريس تيستينج والوات اف اناليسيس مثل ما ذكرنا في الدائره هذيك، خلاص يصير عملنا تحليل وعندنا اكثر من رؤيه لمستقبل الشركه، اقوم اذا كنت شركه متوسطه او كبيره اخذ الارقام هذه والمعلومات هذه واعرضها للاداره، اقول لهم هذا مستقبلنا المالي ايش رايكم، تمام، ممكن يعطوني بعض الملاحظات اقوم اعدل عليها الى ما اوصل الى رؤيه يتفق عليها الاداره،
ويعتمدها، وبناء عليها خلاص توضع كميزانية توقعية أو بادجت إلى الشركة للعام القادم. طيب سؤال آخر، ما دور التقنية المالية في التخطيط من وجهة نظرك؟ طبعا الآن التقنية المالية في شغلة منتشرة جدا، في ممكن الشركات المتوسطة والكبرى تستفيد منها أكثر من الشركات الناشئة، هي مسألة ما يسمى بالـ TMS أو Treasury Management System. Treasury Management System هذا يساعدك في أكثر من أمر، في التخطيط المالي، ولكن مش للمدى البعيد. المدى البعيد للأسف الخيارات اللي موجودة اللي قاعد أشوفها أو اللي مرت علي كلها خيارات غالية، وفي العادة للشركات الكبيرة تكون تكلف مئات الآلاف. يعني مثلا في خيار تبع برنامج الـ SAP، في خيار ثاني تابع للأوراكل، خيار جدا مميز اسمه Strategic Finance، Hyperion Strategic Finance HSF، مميز جدا يساعدك على التخطيط المالي، لكن للأسف مكلف، يعني ممكن للشركات الكبيرة. حاليا كتخطيط مالي ما مر علي شيء. هذا قد يكون فرصة استثمارية، إذا في أحد الموجودين يبحث عن فرصة استثمارية ممكن أنه يسوي شغلة من هالنوع. أغلب الشركات الآن تستخدم الإكسل طبعا للتخطيط المالي، حتى الشركات كبيرة. عجيب. طيب بالنسبة للحوكمة، كيف يمكن التنبؤ بها؟ والمقصد فيها أن غرامتها عالية وغير متوقعة. لا، الحوكمة اللي أقصد فيها أنا اللي هي الـ governance. الحوكمة تكون مثل ما يقولون زي القوانين والخطوط الحمراء اللي تسويها داخل المنشأة عندك. بمعنى أعطيكم مثال بسيط، مثلا عشان أعتمد بعض المصروفات، ممكن إني والله أقول أوكي المنصب الفلاني لما يكون مثلا عندي مدير ممكن يصرف أي أو يعتمد أي مصروف إلى 10,000. تمام؟ إذا المنصب اللي أعلى منه مثلا نائب الرئيس أعطيه مثلا إلى 100,000. من 100,000 مثلا إلى 500,000 لا، لازم المدير المالي يعتمدها. من 500,000 إلى مليون لازم مثلا رئيس الشركة. أي شيء فوق المليون لازم يعتمده مثلا مجلس الإدارة. هذه مثل ما يقولون زي الخطوط الحمراء. نفس الشيء مثلا العقود، الالتزامات، المصروفات الرأسمالية ممكن أحطها، وهذه تعتبر كنوع من الحوكمة، وألزم فيها إدارة الشركة أنها تمشي عليها عشان ما تدخل وتقحم الشركة في التزامات أكبر من استطاعة الشركة. هذا الفكرة من الحوكمة، وهذه أحد الأمثلة عليها. طيب هل في نماذج للتخطيط المالي يمكن التوصية بها؟ والله انا يعني بالنسبه لي شخصيا انا اسوي في العاده الشغلات من سكراتش، يعني ابنيها من الصفر، لكن في كثير مصادر في الانترنت، من افضل البروفيسورات في الفاينانس دي مودرن، ممكن اشاركك التفاصيل، ما ادري اذا عندك انت قائمه الايميلات للاخوه والاخوات المشاركين، ممكن ترسل لهم بعض المصادر، او اني بالعاده اضيفها عندي في السوشيال ميديا عشان الناس تقدر تنزلها. في عندكم دي مودرن بروفيسور في نيويورك، جامعة نيويورك، عنده ويب سايت خاص فيه وعنده قناة في اليوتيوب، يضيف كثير مصادر منها نماذج مالية، منها بس طبعا باللغة الإنجليزية، في العربي ما عندي فكرة، لكن دي مودرن من أفضل المصادر اللي ممكن يعطيك نماذج جاهزة تعمل لها داونلود وتعدل عليها. وأيضا لو يبحثون في النت يكتبون free financial models ممكن يلقون شغلات كثيرة راح تفيد. طيب هنا على مستوى الفرد، هل يوجد تخطيط مالي يمكن تأميمه؟ هي اكيد يعني على مستوى الفرد، احنا في النهاية كأشخاص طبعا يختلف تمويل الشركات مختلف عن تمويل الأفراد، لكن كأشخاص في كثير قواعد ومبادئ
مهم ان احنا نكون ملمين فيها، وهذا موضوع يمكن طرحته قبل كم سنه. ولكن انا تخصصي يميل اكثر لتمويل الشركات اكثر من الاداره الماليه الشخصيه، لكن بعطيه بعض المبادئ البسيطه. يقول لك pay yourself first، ادفع لنفسك اولا. للاسف الاخطاء اللي يقع فيها كثيرين انه يروح اول ما ينزل الراتب يقوم يدفع فاتوره الجوال، فاتوره الانترنت، وما ادري ايش، واللي باقي في عنده يعيش فيه، واذا زاد عنده ممكن يوفر، ممكن يصير بالماينس على اغلب الاحوال. لكن التصرف الصحيح انك تحدد لك، تقول والله انا بي اوفر لي هالمبلغ خلال السنه، المبلغ هذا اقوم اقسمه على 12 شهر، وبشكل شهري اول ما ينزل راتبي ادفع لنفسي اولا، اشيل المبلغ هذا واحطه على جنب، ايا يكن المبلغ 500 1000 5000 10000 ايا يكن، عشان اوصل للتارجت حقي اللي ابي احققه خلال الفتره اللي حددتها. تمام. من ناحيه الاستثماريه يقول لك dont put all of your eggs in one basket. بعض الاخوان يكون عنده مبلغ معين يقوم يدخله في سهم معين، وبعدين السهم هذا يطيح ومسكين هذا الله يعينه. فمهم انك تنوع في استثماراتك، حط شوي في الاسهم، حط شوي في مثلا العقار او في امر اخر، حاول انك تنوع من استثماراتك. وبشكل شخصي ممكن انك تسوي لك اكسل شيت بسيط، وتحط كل شهر، شهر واحد اثنين ثلاثة، وتحط راتبك فوق، صافي الراتب اللي يجيك ومصاريفك، وتحط لك المبلغ اللي تبي توفره، وتمشي على 12 شهر، وتحاول بقدر الامكان انك تمشي على الميزانية هذه. هذا بشكل مبسط وسريع جدا يعني. اوكي. في طريقة او تقسيم التدفق المالي توصي فيه؟ معليش عيد السؤال ما قطع. في طريقة او استراتيجية لتقسيم التدفق المالي توصي بها؟ ما في طريقة معينة، بس يعني فيها قواعد معينة. مثل ما ذكرت أنا في البداية، أنا عندي أمرين، عندي إيرادات، أمور فلوس تدخل، الأمر بهالبساطة، ببساطة فلوس تدخل وفلوس تطلع من عندي. أجلس مع نفسي، إذا كان عندي شريك أجلس مع الشريك ونحسب المصاريف هذه. أعطيك مثال بسيط، أنا مثلا توني أفتح بزنس جديد، ما أدري كم تكلف الإقامات، ما أدري كم تكلف المصاريف الحكومية، تمام؟ ارفع السماعه، ادق على احد اخوياي، او اني اروح لاحد المشاريع الثانيه، او اني احضر لقاءات زي اللقاءات المباركه اللي تسوونها انتم، واحاول اني اعمل نتورك مع مستثمرين اخرين، واحاول استفيد من تجاربهم، اخذ ارقامهم، اقول له بعد اذنك انا قاعد اسس مشروع معين، ما عندك مشكله لو كان عندي سؤال او استفسار، واستفيد من تجارب الاشخاص الاخرين. بس هذا بشكل مبسط يعني. طيب، في سؤال، مع وجود الجائحة كورونا اللي أول مرة تحصل بشكل عام، وهو لا يمكن التنبؤ بها، على أي أساس يمكن استنتاج التفاؤل المالي أو التشاؤم؟ وش الأشياء، العوامل اللي تساعد في وصول نظرة واقعية في الموضوع هذا؟ طبعا القراءة أمر جدا مهم في كل حال. الاطلاع حتى لغير المتخصصين في الجانب الاقتصادي مهم جدا. يعني أنا شخص أبي أدخل البزنس، مهم أني بقدر الإمكان أني أدرس، أو سوري أقرأ في الاقتصاد بقدر الإمكان. ليش؟ لأنه الاقتصاد في جزئي وفي كلي، والجزئي متأثر بالكلي، فمهم جدا أني بقدر الإمكان أني أثقف نفسي في الجانب هذا، وحاول أني أقرأ الأخبار بشكل شبه يومي. أدخل كذا على بعض، مثلا اذا كانت انجليزيتي حلوه ممكن ادخل على الفاينانشال تايمز، ادخل على وول ستريت جورنال، ادخل على المواقع الاخرى الاخباريه اللي تعطيك اخبار اقتصاديه ممكن تفيدك، واشوف شغله يسمونها ايكونوميك انديكيتورز او المؤشرات الاقتصاديه، واحاول اني مع الوقت ادرسها واسال اسئله. ترى كل شيء موجود في الانترنت، سواء عن طريق اليوتيوب، المواقع، أحاول أقرأ بقدر الإمكان. وفي كثير كتب أيضاً ممكن تساعدني على زيادة الوعي الشخصي، بحيث أني أتنبأ ببعض الأمور. طبعاً التنبؤ ما هو إلا أنه يعني لو يجيك شخص ويقول لك أنا 100% راح أقول لك إيش راح يصير لك في 2021، هذا كذاب، دجال وكذاب. لا، انت حاول انك you educate yourself as much as possible، ابحث في الموضوع بقدر الامكان، وحاول تحضر
اللقاءات، الفعاليات، وتسأل الناس حولك، تسأل الناس اللي في الإنترنت إيش قاعد يصير، وبناء عليها تبني فرضياتك. فرضياتك ما راح تكون إلا هي، يعني قد ما تكون مثقف نفسك قد ما تعمل فرضيات يكون عليها معول طيب، وتساعدك على اتخاذ قرارات سليمة. أيضا أمر أود أني وبالنسبة لك شخصيا، يعني أمر أود أني أنوه له بس بشكل بسيط. الآن يعني من الدروس اللي تعلمناها من الأزمات الاقتصادية الماضية، مهم جدا أن لما نفكر في مشروع جديد بقدر الإمكان أنه أحاول أقلل من مصاريفي التشغيلية، بحيث أنه مثلا والله يعني ألجأ لمشاريع يكون فيها مثلا موظفين أقل، بدل ما أفتح مشروع يحتاج لألف موظف أزيد وأستثمر مثلا في الأتمتة والأمور هذه، بحيث أني أقلل عدد الموظفين من 1000 إلى 100، بهالشكل أقلل المخاطرة وأقلل العبء على شركتي. فدائما ابحث عن البدائل، كيف تقدر تقلل من المان باور، الموظفين والمصاريف التشغيلية، عشان تكون منشأتك مرنة تمام، زي السيارات اللي فيها سسبنشن عالي، لما تجي في مطبة تمر فيها سموث، غير لما تكون السيارة خشنة تطير مع، على قولتهم لو جيت مطبة تشوف الرياض كامل قدامك. طيب هذا آخر سؤال. طيب بالنسبة لك شخصياً، إيش أهم 3 نصائح أو نقاط توصي فيها خلال الفترة الحالية؟ ويقصد بالسؤال إنه خلال أزمة كورونا بشكل عام، أو طيب لو طلعنا بالنقاط بشكل كامل، نقاط رئيسية. طيب يعني أول نصيحة أقدمها، يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة قللوا مصاريفكم بأكبر قدر ممكن. مهم جدا إن احنا ننتبه للأمر هذا، لأنه قد ما تقلل المصاريف قد ما تضمن استمرارية أكثر لمنشأتك. الأمر الثاني، إذا عندك خطة عمل معينة أعد النظر فيها. أنت مثلا مخطط أنك توظف 1000 واحد أو 100 واحد السنة هذه، قاعدين نشوف إيش اللي قاعد يصير، لا تقص على نفسك. اللي قاعد يصير هذا تحدي كبير تواجه المنشآت، لذلك خلك حذر من ناحية المصاريف التشغيلية ومن ناحية التوظيف، لا توظف ناس كثير. الأمر الآخر أو الثالث والأخير، خلونا نتعلم من التجربة هذه. يعني في كثير من الشركات الأوروبية وحتى في أمريكا يكون عندها في مرونة من ناحية الجدول، من ناحية ساعات العمل، من ناحية العمل في البيت. فرسالتي للمنشآت الصغيرة، حاولوا أنكم تستثمرون الشغلة هذه. يعني بدل ما يكون عندي مكتب يكفي 10 أشخاص، أخذ لي مكتب بنص القيمة يكفي 5 أشخاص، واقول للتيم حقي اشتغلوا ورتبوا جدولكم، بحيث انه نص الاسبوع يجي 5 والنص الثاني يجون 5 الاخرين، واللي الوقت اللي ما تكونوا موجودين فيه ممكن انكم تشتغلون من البيت. فنحاول ان احنا نستثمر في التقنيات اللي موجوده، سواء الويبنار اللي احنا موجودين فيه، زوم، الشركات الاخرى كلها اللي موجوده تكلف مبالغ بسيطه وبعضها حتى مجانيه، وتستخدم للكولابوريشن والتعاون، وتوفر على الشركات مئات الآلاف وممكن الملايين. طيب الله يعطيك العافية أستاذ خليل، ما قصرت، كانت آخر نقاط أتوقع مفيدة، والفترة القادمة فيها تحدي كبير لكن متفائلين خير. كل شكر وتقدير لك. بالنسبة للعرض والأسئلة ومراجعة ذكرها أستاذ خليل، نرسلها لكم عن طريق الإيميلات اللي موجودة في الويبينار. كذلك لقاءات ليالي بياك لا تزال مستمرة، ممكن تتابعونا عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي لبياك، وتشوفون اللقاءات القادمة. بإذن كل الله. شكر وتقدير، الله يعطيكم العافية، ونراكم على خير. شكرا جزيلا لك يا متعب، ولجميع الإخوان والأخوات في بياك، وربي يوفق الجميع، وإن شاء الله ربنا يزيل هذه الغمة عن الأمة والعالم بأجله، إن شاء العالم بأسره إن شاء الله.
يعطيكم العافية جميعا، شكرا جزيلا، مع السلامة. الله يعطيك العافية.